المستشفيات الآن تعمل على المولدات ولديها وقود يكفي يومين فقط، وفي حال توقفها فإن المستشفيات سوف تصبح مقابر جماعية للمرضى، وبسبب عدد توفر الكهرباء يتوقف ضخ المياه العادمة، وأصبح التهديد الأكبر هو المياه العادمة ومياه المجاري، وهذه جريمة حرب. إسرائيل أيضا أوقفت ضخ مياه الشرب إلى غزة، هذا تهديد إضافي لأبسط احتياجات الإنسان. العلاج لدى المستشفيات قد نفذ كاملا، وعدد الجرحى أكثر من 7000، كل جريحين على سرير إن وجد، ومعظمهم في أروقة المستشفيات وساحاتها، وهذه أيضا جريمة حرب. اليوم إسرائيل أصدرت أمر عسكري بتهجير سكان شمال قطاع غزة من بيت حانون إلى جنوب وادي غزة، ودفعت بالناس إلى جنوب القطاع، وفي ذات الصباح قصفت مناطق الجنوب جميعها. إن الذي تريد إسرائيل هو خلق منطقة عازلة خالية من السكان وتهجيرهم، ليس من شمال غزة فقط بل من كل قطاع غزة، وهذا يشمل أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وهذه أيضا جريمة حرب. إن شعبنا لن يغادر أرضه، ومنذ عام 1950 وإسرائيل تحاول توطين اللاجئين في الدول العربية، واليوم تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم. هذا الأمر لا نقبل به، وشعبنا يعي ذلك ويعي معنى اللجوء، ولن يتكرر. تتكرر المذابح على أيدي الإسرائيليين، ولكن لن يتكرر اللجوء أو الهجرة. القيادة المصرية تعي ذلك تمام الوعي، وقد حذر منه الرئيس السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني بعد اتصالات مكثفة أجراها سيادة الرئيس محمود عباس معهم ومع معظم قيادات العالم. وصباح اليوم أوضح السيد الرئيس لوزير الخارجية الأمريكي هذا المخطط الذي نرفضه رفضا تاما. إن شعبنا الفلسطيني واحد موحد يجمعه الألم وتوحده المعاناة، ونبقى أوفياء لشعبنا حيثما كان. نحن نطالب أولا وقبل كل شيء وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، حيث قامت الحكومة الإسرائيلية بتوزيع السلاح على المستوطنين بهدف قتلنا. أيضا نطالب بممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وقد طلبنا من جميع الدول التي أرادت تقديم المساعدات لنا أن يتم ذلك من خلال الترتيب مع سفارتنا في القاهرة والدولة المصرية وفريقنا الموجود عند معبر رفح، ولا زالت إسرائيل تمنع دخول أي مساعدات لقطاع غزة. تواصلنا مع كل العناوين الإنسانية من الأمم المتحدة وغيره لكي يتم إدخال المساعدات وإعادة ربط شبكة الكهرباء وتوصيل المياه وإيصال الأدوية والمعدات الطبية. أيضا على إسرائيل أن توقف جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، فمنذ بداية العدوان على غزة سقط هنا 44 شهيدا، بعضهم بأيدي المستوطنين. نحن شعب يعتدى عليه، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا. لقد حذرنا من الذي يجري مرارا وتكرارا، وقلنا وقال الرئيس أمام العالم في الأمم المتحدة أن الحصار على شعبنا في غزة والقدس وبقية الأراضي الفلسطينية سوف يولد انفجار، وقد حصل. وهذه الحرب الخامسة على أهلنا في غزة، وهي يومية على الأقصى والضفة. واليوم نكرر أن عدم وقف شلال الدم يعني مجازر جديدة وتقتيل بالآلاف. إننا نحتاج إلى أفق وحل سياسي،
يترتب عليه إنهاء الاحتلال وأن يعيش الفلسطيني على أرضه في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. إن عدم حل القضية الفلسطينية يعني استمرار الصراع في المنطقة. وأخيرا أقول: إسرائيل ليست الحمل الوديع ونحن لسنا ذئاب، نحن الضحية. شعبنا ضحية ماكنة استعمارية وماكنة قتل واستيطان وهدم بيوت واعتداءات على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية. نحن ضحية ازدواجية المعايير الدولية. نحن ضحية ظلم تاريخي وقع على شعبنا 75 عام، وشعبنا يعاني سياسة الحكومة الإسرائيلية والحكومات المتعاقبة هي المتسبب في كل ما يجري. اليوم مطلوب من العالم ليس دعم إسرائيل، بل مطلوب منه إنهاء الصراع وحل عادل للقضية الفلسطينية. هناك تحريض إعلامي على شعبنا ببعض وسائل الإعلام الأجنبية، وتحريض من بعض المسؤولين الدوليين للإساءة لقضيتنا، مما يشجع إسرائيل على التمادي بجرائمها. أدعو الإعلام إلى توضيح الصورة على حقيقتها وبث الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا. إن المبالغة والكذب في الصورة الإعلامية منهم هي لتبرير المجازر التي ترتكب بحق شعبنا. الرئيس محمود عباس أبو مازن وإخواني في اللجنة المركزية ومجلس الوزراء يتابعون يوميا هذا الإجرام الذي يجب أن يتوقف، ويعمل الرئيس على مدار الساعة من أجل وقف العدوان. ونحن على تواصل لحظة بلحظة مع أهلنا في القطاع. غزة اليوم تتعرض لإبادة جماعية وهي منطقة منكوبة، ومن جانبنا وبتوجيه من الرئيس نضع كل الإمكانيات الحكومية الرسمية والشعبية لمساعدة أهلنا هناك، ونطلب من العالم التدخل الفوري لوقف المجازر. الرحمة للشهداء، والسلام والحرية لشعبنا العظيم، والتحية لأنصار فلسطين وأصدقاء فلسطين وأحرار العالم وشعبنا العربي. وأسرارا الأبطال، عشتم وعاشت فلسطين، وشكرا.